بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. بهدوء نتذكر هذه حلقة تحاول دائما أن هي تستجلي الحقيقة من أصحابها، تستمع إلى شهادات تاريخية من خلال محطات نتوقف أمامها مع الضيف أو الضيفة. الضيف هو بطل هذه الحلقة، من خلاله يسرد الحقائق والوقائع من وجهة نظره، هو وحده يتحمل نتائجها. نحن نطرح الأسئلة ونحاول أن نستفهم، وهو يحاول أن يسرد ما يراه من حقائق. في هذه الحلقة نحاول أن نطرح ملف جديد وقضية جديدة. لماذا أنت في بيروت؟ أنا أشعر بالخجل من هذا الدفع. ارتكب كل من الفريقين جرائم وأخطاء، وأنا لا أبرئ أحد ولا أبرئ نفسي. تملأ السجون بعض الشخصيات اللي أنا شخصيا بعتقد أنها غير متورطة في أعمال إجرامية أو إرهابية. لست أمير الانتقام، والرئيس مبارك أصبح الرئيس السابق مبارك، ولن أتحدث. علاقتك بالدكتور فتحي سرور حسن فهمي كانت جيدة جدا. الرئيس بينصحني ما تعملش فيها كلينتون وهيلاري، اسحب مراتك من الانتخاب. فمش حاجة. انت شايف حضرتك تشكل خطرا اكتر من 88 نائب اخواني؟ مفيش غيري، مبارك الاب او مبارك الاب. فانا قلت لا، انا هأفسد هذه الحاجة.